حادثكم الآن من المعتقل، فأنا معتقل حسبما أذاع الإخوان الهاربون خارج مصر. وأنا كتير قلنا لكم ما تصدقوش العناوين والكلام اللي بيتكلموا فيه لأن أغلبه كذب ومضلل. إحنا ما عندناش اعتقال، إحنا عندنا اتهامات ونيابة وحبس. وأنا ما اتحبستش لأن ما عملتش جريمة، وأنا موجود والكلام ده بقاله 10 أيام بطلع، وطلعت الأسبوع اللي فات. ولكن انتشرت كالنار في الهشيم كما يقولون إنه تم اعتقالي، ولقيت الدنيا مقلوبة وناس كتير بتكلمني ومصدقة. واللي قلقني إنهم مصدقين، واللي قلقني إن حتى اللي عملت الفيديو كاتبة عنوان مضلل وجوه مش قايلة أي حاجة من دي. فكل اللي يكلمني أقول له طب أنت سمعت الفيديو بتاعها؟ فيقول لي لا أنا قريت العنوان، لا أنا ناس قالوا لي. وهكذا دائما هي لعبة الإخوان، دائرة من الكذب، كرة الثلج اللي يجب تصغر بس هي بتكبر وبنصدقها. على ده كتير وهم قاعدين ياكلوا في كل جنب من البلد دي، كل شيء يتعمل بيروح له من الناحية السلبية. تقول له احنا عملنا كذا يقول لك شايف عملوا ايه الكفار، تقول له طب هنعمل كذا، طبعا احنا ما بنقول لهمش احنا بنعمل وعندنا مشاكل، لكن هم بيستغلوا هذه المشاكل لتحطيم هذا البلد. طيب خلونا ندخل في الجد. اسرائيل، نحن على شفا مأساة وكارثة إنسانية جديدة قد تقع في غزة. فقد سن نتنياهو أسنانه هروبا من الفشل الذريع أمام العالم وأمام شعبه اللي بيضحك عليهم وبيقول لهم إن أنا هقدر أقضي على حماس. وبعد ما هجر الناس من الجنوب ومن الوسط وجابهم في رفح الفلسطينية بيلعب لعبة تانية وبيقول إحنا هنخلي وهنضرب. تخلي فين إذا كنت أنت رحلتهم؟ العالم كله قاعد يتفرج، بايدن بيقول له عندك مدة تثبت لي فيها أنك ما بترتكبش جرائم، قال يعني بايدن، بس بايدن لا يؤخذ عليه يعني ولا يؤخذ منه. لكن مصر بتحذر من أول يوم وحتى هذه اللحظة، لا تهجير للفلسطينيين، هيفضلوا في بلدهم ولن نسمح بذلك، ولا عدوان، هذا الاعتداء سيسبب كارثة. أيضا الخارجية السعودية حذرت بشدة من العدوان ومن فكرة الكارثة المقبلة ومن التهجير القسري للفلسطينيين. موقف عربي واحد، موقف عالمي متأرجح، الشعوب تأخذ مواقف أفضل كتير من حكامها في الخارج. إسرائيل وقلت لكم من فترة بتحاول تجر مصر. ليه تجر مصر؟ لأنها فشلت في مواجهة حماس وفشلت في جر إيران للمعركة. لما إسرائيل ونتنياهو يطلع يقول والعالم يقول له ده أنت اتهزمت من جماعة اسمها حماس مقاومة عددهم قد كده، محاصرين ما بيدخلهمش سلاح غير من عندكم وسرقة وتهريب وتصنيع وقدروا يكسحوك، حاول يجر إيران فشل. يعمل إيه؟ أقرب حد ليه مصر، لكن هو بيهدد معاهدة كامب ديفيد وبيهدد العلاقات المصرية اللي الشعب عمره ما طبع فيها، لكن هو بيهدد ومصر جاهزة. ومن زمان قلت لكم مصر جاهزة ومصر مستعدة، ومصر لن تقبل أن يمس متر واحد من أراضيها، كما أنها ستظل منحازة أبداً إلى القضية الفلسطينية وإلى الشعب الفلسطيني. ويلتصق بهذا كم الأكاذيب اللي بتطلقها إسرائيل وأتبعها. يعني في ناشطة فرنسية ظهرت لما كانوا عاملين احتفالية لتأبين بعض الضحايا الفرنسيين اللي كانوا موجودين في غزة وفي غلاف غزة وماتوا معهم الجنسية الفرنسية. زعمت هذه السيدة في المايك والميكروفون وهي بتتكلم، قالت لقد وجدنا 67 نطفة مختلفة في الذين تم الأسرى الذين تم احتجازه. يعني الستات الإسرائيليات أو الأجانب اللي بتوع حماس خدوهم
تم 67 نطفة، يعني تعاقب لاعتداء الجنسي. إسرائيل زعمت هذا، بايدن زعم قبل كده قتل أطفال وتشويههم ورجع اعتذر وقال مش شايف. الست دي اللي بكت وعيطت وقالت 67 نطفة يا بنت المفترية، 67 نطفة، يعني 67 راجل مقاتل كان عندهم وقت يعتدوا ويغتصبوا ويمارسوا الجنس، وأنا منتظر قنبلة وبعمل عملية عسكرية وعندي ديني يمنعني من ده. الإسرائيليات لما خرجوا اللي كانوا أسرى اتكلموا بود شديد عن الحمساويين اللي كانوا قابضين عليهم أو خطفينهم أو حابسينهم، وإنهم تعاملوا أحسن معاملة. أما هذه السيدة اللي قالت 67 نطفة رجعت تاني وقالت أنا أسفة، أنا غلطت، أنا كنت بقرأ حاجات أهو، أتلقى بانتظام العشرات من الشهادات والمعلومات، وتحت تأثير العاطفة عندما غادرت حفل التكريم نقلت الشائعات عبر الميكروفون، لقد كان خطأ أعتذر وسنكون يقظين بشكل خاص في المستقبل. جاي تقولي الكلام ده وإحنا داخلين على الشهر الخامس في هذه الحرب القادرة وضميرها صحي دلوقتي، بس بعد الشهور دي كلها كتبت ده، رغم ان بعد ايام كانت الحقيقة واضحة، لكن احنا بنتحرك قدام آلة مغرضة غبية وبتستخدم السوشيال ميديا لتشويه القضية ونصرة المعتدين الإسرائيليين. طيب، هذا نداء الى السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. في يونيو سنة 20 صدر قرار وقف إصدار تراخيص البناء الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديل السكن أو 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 أو، كان لمدة 6 شهور. إحنا في سنة كام يا جماعة؟ 24. من يونيو 20 وحتى الآن محدش قادر يبني أوضة. طب أنتوا بتضايقوها على الناس ليه؟ طب ما تبحبحوها، طب ما تطلعوا قانون اللي أنتوا عايزينه. يعني أنا ذنبي إيه؟ عندي حتة أرض شاريها وكنت عايز ابني، ليه توقفوا مشروعات؟ ما احنا بنبني في كل مكان، جت على الناس ليه؟ ما تساعدوا الناس. فاناشد السيد رئيس الوزراء اذ لم يكن المشروع قد انتهى، انا عارف ان في مشروع في مجلس الشيوخ، لكن مصالح الناس، نحن الان في ظل الازمات اللي احنا فيها وهي ازمات كبيره بالمناسبه، والناس ضاقت وتتالم وتجد صعوبه في العيش، فالحد الادنى سهلوا لنا شوية حاجات. أنا ما عنديش أرض عشان أبنيها، ولكن أعرف ناس كتير متأذية من هذا القرار. ما حدش يبني على أرض مخالفة، اللي عنده أرض وعنده صلاحية ده اللي عنده ترخيص بناء ما يقدرش يبني. طب ما تسهلوا لهم، اللي عنده ترخيص بناء بالمواصفات المطلوبة ما تسيبوهم يبنوا. ليه موقفينهم؟ ما احنا عندنا أزمة والشقق غالية يا جماعة. في المدن الجديدة في الكومباوندز في مشاريع بتبيع الشقة 100 متر بتوصل ل 8 مليون و10 مليون، ده جنون جنون. فسيبوا الأهالي يبنوا، سيبوا الناس تبني، سيب اللي عنده رخصة أو عنده أرض يبنيها، بدل ما نوقف الناس عطلانين. يسروه للناس ييسر الله عليكم. طيب، تاني سيد دكتور مصطفى مدبولي، أعرف أنك الآن تبذل جهدا كبيرا لحل مشكلات كبيرة جدا 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 ستحتاج إلى وقت، والكلام عن الدولار لا ينتهي. وبقول لكم إن إحنا لسه اللي هيشوف الدولار ينزل شوية أو يطلع شوية هذا ليس تدخل من الحكومة حتى الآن، هو عبارة عن كلام ووعود ومؤشرات، سواء من الصندوق لسه موقعش أو الاتحاد الأوروبي اللي احنا بنتكلم في حزمة حوالي 14 مليار اذا تمت، من 14 ل 15 مليار من الاثنين، زائد بعض المشروعات المختلفة في مصر اللي ممكن تجيب مستثمرين، وهذا لن يحدث الا بعد وجود سعر موحد للدولار في مواجهة الجنيه، ساعتها المستثمر هيخلص. فيلا نسهل على الناس، يلا نريحهم شوية.
النهاردة أبارك لمنتخب قطر، منتخب قطر للمرة الثانية على التوالي يحصل على بطولة كأس أسيا، هزم الأردن، فريق الأردن فريق حلو قوي، وبأول مرة يوصل للنهائي في بطولة أسيا، اتغلب 3-1 في مباراة كانت صعبة، لكن الفريق القطري كان بيلعب كرة حلوة وكرة بسيطة. اللعيب ده هو جبار، أكرم عفيف، اللعيب ده جاب الثلاث تجوان لأول مرة لاعب في تاريخ بطولة أسيا يجيب هاتريك، وهو بقى هداف البطولة، بقى عنده 8 أهداف، يجيب هاتريك في مباراة واحدة والثلاثة من ضربات جزاء، شايفين يعني؟ بس يستحق. لا أنا عايزه بشعره، مش ده أكرم عفيف، ده هذا اللاعب هو اللي جاب الثلاث أهداف. فإحنا بنهني منتخب قطر، بنقول له ألف مبروك، بنقول له إلى الأمام، نتمنى للكرة العربية جميعا التقدم، تحقيق نتائج طيبة. كانت من المفاجآت أن يؤدي المنتخب القطري هذه البطولة بسهولة ويؤدي أداء راقي ويحصل على هذه البطولة. عقبال اللي في بالي يا رب لما يبقى عندهم سيستم وعندهم نظام وما يطلعوش من دور الـ16 في بطولة تانية اسمها بطولة إفريقيا. وبكرة هنشوف مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس إفريقيا. لدينا حلقات دسمة جدا ومختلفة، فهيا بنا. اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مع خيري. النهارده السبت 10 فبراير 2024، الاول من شعبان، غدا ان شاء الله كل عام وحضراتكم بخير. عشان كده عندنا حلقه مختلفه وخاصه، عندنا النهارده بنحتفل بمرور 48 عاما على ذكرى وفاه الشيخ سيد النقشبندي. النهارده هنتكلم في تاريخ شخصيه، تاريخها الإنساني ثري جدا، وتاريخها المهني يعني مولاي إني وقفت ببابك، دي مثلا مفيش رمضان تحسه من غير ما تسمعها. النهاردة هنسمع وحنعرف وحنشوف حكايات وقصص لهذه الشخصية السرية، ومعانا صوت مبهر هيبهركم النهاردة وإحنا بنسمع تواشيح الشيخ سيد النقشبندي. خلونا نبتدي بأهم القطط النهاردة، وأنا أعتقد أن لا قصة تعلو على ما يعتري الرئيس الأمريكي جو بايدن، اللي بيكلم الهوى وبيكلم نفسه وبيسلم على ناس غلط وبيدعي أنه التقى برؤساء ماتوا، وبيخلط ما بين هيلميت كول وأنجيلا ميركل وقابل ميتران من سنتين، متراني اللي ميت من التسعينيات تقريبا، يعني حالة طبيا احنا بندور عليها. انا ما يهمنيش هو بيقول ايه، بس هل هذا الشخص سيستمر رئيسا لامريكا؟ هل هو مرشح ديمقراطيين بالفعل؟ هل هذا الرجل يستطيع ان يقود العالم اللي تحت ايده زر يؤدي الى فناء العالم نوويا؟ ده اللي هنحاول نفهمه. هي الحالة دي طبيا اسمها ايه؟ من الدكتور وليد هندي، استشاري وليد هنيدي، أنا آسف، استشاري الطب النفسي وليد هندي. دكتور وليد مساء الخير. دكتور وليد مش سامع الدكتور وليد يا جماعة، يا ريت تتأكدوا من الصوت تاني. كده يا رب منور. مساء الفل يا دكتور، ازاي حضرتك؟ مساءك يا رب دايما جميل، وبشكرك على تفاعلك مع الحدث اول باول في كل الزمان وفي كل مكان. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور، من خلال خبرتك بايدن بيعاني من ايه؟ هل ده خلل ادراكي؟ هل ده خلل نفسي؟ هل ده الزهايمر؟ يعني انا تشخيصي ليه كده مبدئيا انه شكل من اشكال الخرف مش الزهايمر. الزهايمر ده مسؤول عن 80% من الخرف اللي بيصيب الانسان. أيوة. ولكن اللي هو عنده ده خرف، ايه هو الخرف؟ الخرف ده مش مصطلح بيشير لمرض معين، ولكن هو بيشير لخلل في القدرات العقلية عند الإنسان اللي بتخليه غير مؤهل على التعامل بصورة سوية على الأقل من الناحية الإدراكية. بمعنى ايه؟
العقل البشري بيقوم بعدة عمليات: الفهم، الإدراك، التحليل، التخيل، التذكر، الاسترجاع، الربط بين العلاقات والمتعلقات، الانتباه، مجموعة عمليات. الإنسان فينا لما يبقى عنده تلف في عمليتين من دولت تقدر تقول إن هو عنده خرف. أنا من تحليلي ليه هو عنده خلل في أكتر من عملية من العمليات العقلية، مش مجرد الاسترجاع أو التذكر وبس. يعني أنا حللته من خلال عدة مواقف لقيت إن عنده أكتر من عملية من العمليات دي مربوطة ببعض مش موجودة عنده. يعني شفت له مرة على سبيل المثال بيخطب خطبة، وبعد ما خلص الخطبة وقف سلم على الهواء وكأنه بيسلم على ناس باحترام شديد واحترام أجل، وكأنه بيسلم على حد حقه حقيقي. فده يدينا مؤشر إنه مصاب بالخرف. ده احتمال، واحتمال قوي. طب الاحتمال التاني، دايما احنا عندنا الدوافع اللاشعورية هي اللي بتتحكم في سلوك الإنسان وفي بعض مترادفاته اللغوية، وده بيبان في فلتات اللسان، في زلات القلم إلى آخره. بايدن عنده حب السيطرة والهيمنة، وبالتالي بيصاب بالإحباط لما اللي قدام منه يأتي بسلوك عكس توقعاته. كلنا شفنا موقف القيادة السياسية اللي كان منحاز انحياز تام تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وده ما كانش جاي على هواه، وبالتالي اتكلم بصورة لا شعورية وأشار للفظ اللي هو جاله في سلة اللسان اللي هو قاله. فده ممكن يكون برضه مؤشر تاني يدل على الارتباك الشديد نتيجة سقف توقعاته اللي كان عاوزها في اتجاه معين، ولكن لقاها ضد اتجاهاته العامة والنفسية فجات له بصورة سلة لسان زي ما هو قال. طيب دكتور وليد، الصحافة الأمريكية بتقول إن بايدن بيعاني من ضعف إدراكي، هو إيه الضعف الإدراكي في الطب النفسي؟ الضعف الإدراكي ببساطة شديدة جدا إن القدرة على الإدراك بيحصل لها نوع من الخلل نتيجة تصلب بعض شرايين المخ أو ترسب البروتينات على خلايا المخ، فبالتالي بتؤدي لضعف هو خلل في الخلل في الادراك. ده ممكن قدام يؤدي للزهايمر، ولكن لما يصاحبه اعراض تانية: صعوبه في الحركه، صعوبه في النطق، صعوبه في التعرف على التوقيت في بعض الاحيان. يعني لو صاحبه مجموعه من المتلازمات اقدر اقول لك ان هو داخل على الزهايمر، ولكن انا من وجهه نظري ده مؤشر لاصابته بالخرف، لان احنا زي ما احنا قلنا عمليات عقليه زي الادراك، زي التذكر، زي الاسترجاع، زي الربط بين العلاقات والمتعلقات، لو هو عنده فشل في عمليتين من دول على الاقل ده يديني مؤشر ان هو عنده خرف. طيب هل شخصية زي دي تستطيع ان تحكم 4 سنوات اخرى؟ بكل تأكيد لا. اللي بيحكم دوت لازم يمتلك مجموعة من المقدرات العقلية: ثبات انفعالي، توازن في الشخصية، عنده رؤية تقدمية، عنده طلاقة لفظية، عنده قدرة على الاستيعاب وقراءة ما وراء المشهد مش المشهد وبس. وانك تحكم بلد بحجم امريكا بكل علاقاتها الدوليه ومتغيراتها السياسيه وقدراتها الاقتصاديه دي محتاجه مقومات شخصيه، ما هياش محتاجه شخصيه عاديه وخلاص، حتى لو كانت بلد بتحكمها مؤسسات، لان هو في المقام الاول هو صاحب قرار. والأسوأ من ده كله ان رفاته، سلوكياته، الفاظه، طريقه لبسه، مشيته، ادراكه، كل الامور دي بيترتب عليها تبعات دوليه ويترتب عليها خسائر عندهم سواء من الناحيه السياسيه او البورصه او الاقتصاديه. وبالتالي انا ارى من المنظور الشخصي بكل تاكيد لا يصلح ان هو يحكم امريكا في الفتره اللي جايه. بشكرك جدا دكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، على بنفهم شخصيات اللي بتحكم العالم، اكبر قوه في العالم بيحكمها رئيس عنده مشاكل، هذا لا يعيبه، هو يعيب من ياتي به رئيسا، لكن هذا الرجل مريض، هذا الرجل وصل إلى مرحلة الخرف، هذا الرجل لديه دلالات إن هو مش مظبوط، تركيزه ضعيف. على فكرة هذا ليس بسبب تصريحاته عن الرئيس المصري، لأنها مسألة كوميدية جدا، يعني مسألة الناس سابوا إنه مكسيكي ومسكوا في غزة، تيجي تبص تلاقي الرجل لا، يعني يجب أن نعطف عليه ويجب أن يستريح، لأن هو بيعمل حاجات كتير الأمريكان نفسهم بيسخروا منهم، الصحافة الأمريكية طول الوقت بتنتقده وتسخر منه. طيب خلونا نروح للامعقول اللي بيحصل عندنا، نحن بلد اللامعقول. واحدة تقدر تقول بلوجرز، انفلونسرز، أي حاجة، اسمها سلمى الغزولي،
وهي متهمة وأنا لا أدينها حتى الآن. هي في اتهامات، لكن أنا ما بدينش حد، أنا مؤمن بالقضاء، القضاء ياخد وقته ونعرف هي مدانة ولا لا. بس القصة بتقول إيه؟ إن سلمى الغزولي هي وتلاتة من إخواتها وناس في العيلة كده جمعت 990 مليون جنيه خلال 4 شهور. كام؟ أيوة، 990 مليون جنيه، يعني مليار إلا 100 مليون. آه والله إلا 100 مليون جمعتهم في 4 شهور. ليه وعشان إيه هي محبوسة دلوقتي والنيابة بتحقق معها؟ ودي اللي راحوا لها ناس طمعانين في الربح، عايزين أي حاجة تجيب لهم فلوس، عايزين يعيشوا. بس دايماً لازم تسأل نفسك اللي هيديك المكسب ده بيكسب قد إيه منين؟ لا هجيب لكم خصم من شركات، هنسمع الحدوتة، ولكن ده مش مستوقفني خالص. النصب موجود طول الوقت والنصابين موجودين والمنصوب عليهم موجودين الحمد لله، ناس طيبة كتير بتتخدع. ويا ما سمعنا عن مستريح مستريح مستريح. أنا اللي شغلني 4 أفراد لا يمتلكون شيئا يتحول لهم 990 مليون جنيه، وأنا لما بروح البنك أحول 50 ألف لحد بيقول لي ما سبب التحويل؟ محدش. البنك المركزي إزاي ما لاحظش ده؟ يعني نفسي في إجابة من البنك المركزي، إزاي ما خدش باله إن في 4 في قرية بتحول لهم 990 مليون جنيه من أشخاص عديدين في 4 شهور؟ سؤال هيفضل مشرع لحد ما نلاقي إجابة. لكن خلونا نفهم أكتر إيه اللي حصل. معانا الأستاذة المحامية نهى الجندي عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهم. مساء الخير يا أستاذة نهى. مساء النور يا أستاذ خير. أهلا، ممكن تشرح لنا حضرتك هو إيه اللي حصل؟ الموكلين بتوعك دول إزاي اتضحك عليهم؟ هو يا فندم، بس مبدئيا هو وزارة الداخلية أصدرت بيان إن هو 99 مليون جنيه وليس مليار، تمام؟ ده عدد حصر المحاضر اللي تم تحريرها في مركز أشمون المنوفية. اللي في المركز 99 مليون. 99. في بقى ضحايا اصلا خايفين يبلغوا، خايفين يظهروا، مش عارفين. لان الرقم ال 12 في اغلب الصحف والمواقع كان 990، يبقى ده حقيقي يا فندم، لان ده نقلا عن الضحايا. يعني هو المواقع مش هتجيب ارقام خزفيه او من اللي تم حصره حتى الان اللي قدموا بلاغات 99، يعني اجمال المبالغ 99، اي 100 مليون جنيه. رقم ده مبلغ كبير برضو. تمام. مبلغ كويس. القصه كلها يا فندم بتتلخص ان البنت دي واخواتها الاثنين مع خلانهم اثنين متهمين تم القاء القبض عليهم جميعا، يعني هم يعتبر تقريبا 6 هم كده تم القبض عليهم. ايوه. تم القبض، وتفاصيل القبض ان البنت دي اصلا هي مش بلوجر كما قيل على المواقع، هي سيلر لاحدى المنتجات الصينيه. ايوه، بس بتستخدم السوشيال ميديا للترويج في ده. بالفعل يا فندم، هي استخدمت الصفحات، هي شاريه على صفحات على فولورز، فبدات تدعو الجمهور، لان في بوست خطير جدا هي كانت كاتباه على صفحتها، كاتبه فيه بالنص كده: لو معاك 20 ألف وحبيت انت تحطهم في البنك، البنك مش هيدخلك اكتر من 2000 في السنه، تعالى هات الفلوس دي ال 20 ألف وانا هدي لك 2000 في الشهر. إذا هنا في دعوة صريحة للجمهور لتوظيف الأموال. أيوة. تمام؟ دي نقطة. تاني نقطة، هي أوهمت الضحايا إن أنا هجيب لكم كوبونات خصم اللي هي الجيفت كارد، تمام؟ بأسعار مخفضة. من هنا بقى كان طعم للضحايا. نعم. قصة إن أنا هجيب لكم الكوبونات الخصم دي بأسعار مخفضة. طب والضحايا بيصدقوا واحدة عندها صفحة أيا كانت هذه الصفحة ويبعتوا فلوس وما معهمش أي ضمانات؟ ما هقول لحضرتك برضو يا فندم، هي برضو عملت
خطة ذكية، ان هي كانت بتعلن عن طريق البلوجرز والمشاهير على السوشيال ميديا عشان يكون في مصداقية، فالناس شايفة ان البلوجرز او اي حد موثق الاكاونت بتاعه يبقى ده مصدر ثقة ومصداقية. بالفعل بدأ يتهافت الناس عليها، والناس دي كلها ضحايا. انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، مش الضحايا 2000 زي ما هم قالوا، ده هم اكثر من 2000. يعني مثلا بيبقى تاجر، التاجر ده تحته 10 تجار تانيين، اللي بايع عربيته واللي بايع ذهبها واللي واخدين قروض واللي مستلفين فلوس عشان يقدروا يشتروا الكوبونات بتاعه الخاص ويكسبوا فيها ويشتروا منتجات للمنتجات الصينيه دي. وكانت هي بتدي للناس ارباح بالفعل على مدى الشهور اللي فاتت يا فندم. هي ما ادتش، ده هي ما لحقتش، ده هي ظهرت في مسافة شهرين. قالت ان هي مفروض هتسلم بتاريخ 2/2، الناس قبل 2/2 اتواصلوا معاها، يا سلمى انت هتسلمينا امتى؟ قالت لهم طيب مش عارفة الاسبوع الجاي. بدأت الكلام يتغير، بدأ يبقى فيه تلاعب في الحديث، قالت انتوا اخركم معايا 2/2، ابعتوا ارقام حساباتكم، انا مش هقدر اجيب لكم الاوردرات وهحول لكم الفلوس تاني. فالضحايا قالوا طب تمام، احنا عايزين فلوسنا، الملايين اللي اتدفعت، احنا دفعنا ملايين. وهي كتبت وقالت ان فلوسكم معايا، وهي اعترفت. وبالفعل في ضحايا اصلا مسجلين لها، وفي اللي معايا ريكورد، وفي معانا اثباتات بالتحويلات يا فندم. ان الناس حولت عن طريق فودافون كاش وانستا باي وتحويلات بنكيه مبالغ رهيبه. تمام. للاسف يا فندم الناس على السوشيال ميديا مفكرين ان الملايين دي خاصه بفرد، لا، الفرد ده اصلا تحته 10 افراد، يعني اللي واخد مليون مجموعات بتجمع فلوس مع فرد وهو اللي بيدفع. بالظبط. فال2000 دول تحتهم 2000، اي اكثر من 2000 ضحيه. نعم. طيب انا عايز اسال حضرتك، هو الاتهام هنا ايه؟ انا شامم ريحه غسيل اموال. هي هتدخل تحت الدرج يا فندم تحت توظيف الاموال طبعا. طبعا، من اين لك هذا؟ نعم. والفلوس يا فندم انا كل استغرابي، انتوا وديتوا الملايين دي فين؟ الفلوس دي دخلت البنك ازاي؟ والفلوس دي راحت فين؟ انا عايز اعرف الفلوس. ممكن يكونوا كانوا بيشتروا بها دولار او يورو، احنا عارفين. ما حدش عارف. الحسابات البنكيه موجوده، هم بينكروا بيقولوا احنا ما اخدناش حسابات. طب هو اللهو الخافي اللي خد الفلوس دي وطر؟ طب احنا عايزين نعرف كميه الملايين دي. دلوقتي بينكروا في النيابه رغم اعترافها على السوشيال ميديا. هي اعترفت، بس هما بتقول انا ما خدتش الفلوس، بتقول انا حسابي انا ما دخلش فيه حساب، وكل واحد بيرمي التهمة على التاني. طبعا حضرتك عارف ان الموضوع لسه في بدايته، لسه لم يصدر قرار من النيابة العامة بانتهاء التحقيقات، فاحنا لسه مستنيين القرارات. يعني الواحد دايما بياخد المعلومات الصحيحة من النيابة. نعم. كل الكلام معظم اللي على السوشيال ميديا يا فندم حضرتك عارف بيحصل فيه تزويد كلام، تواتر، ما احنا مش فاهمين لغايه دلوقتي، احنا مش فاهمين الفلوس راحت فين. هل سلمى فعلا ضحيه زي ما الناس بتقول؟ هل هي متهمه؟ هل هي مدانه؟ لم نعلم حتى الان، بس اللي كلنا عارفينه ان في ضحايا، والناس دي ليها فلوس، والناس عايزه حقها مش اكتر. طب هي التحويلات دي مش بتبقى خاضعه للبنك المركزي؟ يعني يستطيع ان يتتبع هذه التحويلات ويعرف اتحولت من مين لمين وامتى؟ بالفعل يا فندم، ما هو ده اللي بيحصل. ما هو فعلا تم صدور قرار بالتحري عن الاموال دي، يعني التتبع بتاعها. نعم. وخاصة يا فندم الموضوع لسه حديث، يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، هي البنت دي في شهرين لمت 99 مليون. شهرين؟ شهرين، ده اللي تحت ايدينا ببلاغات رسمية لغاية دلوقتي. يا فندم، ما بالك بقى للناس اللي هي لسه ما بلغتش؟ في ناس ما ظهرتش، ما نعرفش. بس انا هلتزم ببيان الشرطة وبعتذر عن الرقم اللي قلته الأول، 99 مليون، طالما لغاية دلوقتي البلاغات بهذا المبلغ. يا فندم، ما هي الحصر تم بناء على البلاغات الرسميه اللي تمت في مركز شرطه اشمون. فالناس بتسال اشمعنى اشمون، لان هي فعلا مقيمه هناك، ومعظم الضحايا من انحاء مختلفه في جمهوريه مصر العربيه، يعني مش ضحيه كلهم في اشمون. لا، تعتقد ليه الناس بتصدق في ناس زي دي كده وتقدر تطلع فلوسها بسهوله، رغم ان البنوك قاعده تديهم 27%، وفي شويه اغراءات تانية ممكن يشتغلوا يحطوا فلوسهم في البورصه، اسهم، اي حاجه. ممكن يكون
الحوجة شوية، لأن حضرتك لو سمعت قصص الناس، يعني عايزة أقول لحضرتك حاجة، في منهم ضحية مجرد لما عرفت الخبر جالها نزيف وأجهضت، واحدة تانية كانت عندها فلوس مرض، يعني هي عايزة تعمل عملية واضطرت تعمل الموضوع ده عشان خاطر تتعالج. يعني للأسف يا فندم بتبقى في قصص يعني احتياجها الشديد للأموال بتدفعها إن هي تعمل كده الحاجة مش أكتر. أنا بشكرك وأنا جدا. وأنا بالفعل يا فندم يعني الضحايا أنا قعدت معاهم واتكلمت معاهم وقريت الاستغاثات بتاعتهم، يعني اللي هي مش الناس تفكر إن الناس دي منزهة ومعاها ملايين، فبناء على الملايين اللي معاه ملايين ما بيغلطش الأخطاء الغلبانة دي. أه بالظبط، دي ناس غلبانة وقعوا فريسة. صحيح. أنا بشكرك جدا أستاذة نهى الجندي عضو هيئة الدفاع عن ضحايا سلمى الغزولي. حتى الآن المتهمة، يعني أول مرة هقول ده بس عشان تفهموا اهتمامي بهذه القضية. أنا عندي أختي كبيرة عندها كانسر، وكانسر صعب شوي. الكانسر بيجيب معاه اكتئاب وبيعمل حالة نفسية سيئة، يعني كل الكلام اللي ممكن تقولوه أنا بقوله كتير علشان أرفع من معنوياتها، أنا مطمئن إنها نايمة ومش سامعاني، لكن مسألة صعبة قاسية فوق ما تتخيلوا إن الإنسان يقدر يتعامل مع هذا المرض، والمقاومة دي لها دور وبترفع المناعة. عندي أصدقاء كتير أصابهم السرطان في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ، يعني مغصاية يطلع ورم بقاله شوية، أمراض أورام الثدي عند النساء. يعني بقت المسألة، وعشان كده أنا كنت جايب العالم الكبير الدكتور حمد عبد العظيم نتكلم في الأورام، لأنها بقت مسألة صعبة. لكن لما بلاقي طاقة نور ولاقي فنانة لبنانية جميلة لها قصة مع أورام السرطان في أكتر من مكان، ولكنها نجحت في أن تحول المأساة إلى أمل، وهي بتتحدى هذا المرض بالمسرح. عملت مسرحية اسمها مورفين. المسرحية من الألم تضحك ومن البكاء تضحك، وهي بتصدر طاقة إيجابية وتحدي رهيب تستحق عليه كل تحية وتقدير. هي القمر اللي انتوا شايفينها دي لما قررت انها تزيل شعرها بالكامل، هي ما عندهاش شيء تخجل منه. المرض اي حد، ده انا دلوقتي لما بكح بقلق واروح اعمل اشعه على صدري. مسألة بقت مفزعه بجد، لان اللي حوالينا فجاه بدون مقدمات بنلاقي ده. علشان كده القديره الموهوبه سوسن شوربه، هي اسمها كده يعني هتصححهولي، شاوربة، اوكي عايزة ألف دي، سوسن شاوربة عملت رسالة مهمة بالفن. ايه اللي حصل مع الفنانة سوسن؟ واجهت ألمها ازاي؟ عايزة تقول لنا ايه من خلال المسرح؟ هي معي من بيروت. اهلا وسهلا فنانتنا القديرة المحترمة سوسن. أهلا فيك وشكرا على المقدمة الحلوة، خجلتني بكلامك. أنت اللي حلوة وجميلة وبتعملي حاجة عظيمة ممكن تدي أمال لملايين المرضى في كل العالم العربي. ممكن تحكي قصتك الأول، يعني قصتك مع هذه المحنة الكبيرة؟ طبعا. كان عمري 33 سنة، يعني عمر صغير طبعا، بعدني بعز شبابي، وكان عندي ولدين كانوا بعدهم صغار. أيوة. انصبت بسرطان الثدي، وعرفت من وراء وجع ظهر، يعني بالصدفة، لأنه الحكمة بيطلبوا منا نعمل صورة على 40 وأنا بعدني 33. كان درجة ثالثة وبلش انتشاره، فتم استئصال الثدي وعملت علاج كيميائي وأشعة، وكان مرحلة كتير صعبة، كان كتير علاج قاسي. أيوة. بس أنا من الأول قررت أنه بدي واجه هذا المرض بقوة، بدي واجهه بشجاعة، ما بدي خليه يغلبني. يمكن السبب الرئيسي كان ولادي،
يعني ما كان بدي اياهم يتاثروا، ما طبعا بدي دافع اياهم مهم. يخسروني. طبعا دافع، بس اتعب وانوجع واتضايق من العلاج. الشيء الوحيد اللي بخليني كمل علاج هو ولادي، أي لانه بحاجه الي. مرة شفيت بعد سنتين علاج، وبس ضليتني فيك تقول يعني حساسة، كل كم شهر فحوصات وفولو اب. بعد 8 سنين بيرجع السرطان بطريقة مفاجئة على الكبد والعظم والرواية وعدة أماكن بالجسم. كان مفاجأة كتير كبيرة، وكان الحكيم قال بتعيش شهرين، وهذا الشيء أنا عرفته يعني. أي كمان بكل شجاعة تحديت الموضوع، وأنا قلت لا، مستحيل، أنا مش رح موت من السرطان. قبليني موت بأي شيء تاني بس مش بالسرطان. كملت حياتي عادي، سافر، بروح بجي، بشيل شعري، بحط فولار بالصيف، بحط فاريوك بالشتاء من البرد، وبتاخدي بنهض على العلاج. الشيء وباخذ العلاج. هلا أنا بحب المسرح كتير، وعندي كذا تجربة بالمسرح، ودارسة مسرح بكلية الفنون من أنا وصبية. بس عشق إلى المسرح صار يرجع يبين طول ما أنا بحالة وجع. كل ما نكون بوجع بنتذكر شغفنا. فقررت من شي سنة، عملت مسرحية اسمها فولار، وهلأ أنا عم بعرض مسرحية جديدة اسمها مورفين، بحكي فيها عن السرطان والشجاعة اللي واجهت فيها السرطان، وبحكي فيها على إدماني على المورفين. يعني هي أنا لو ميلودراما بعرف، ولا نص مسرحي متعدد؟ لا هي ميلودراما وفيها ضحك وفيها لحظات مؤثرة. يعني بنحكي عن السرطان بس مش بطريقة موجعة، بالعكس. يعني أنا حبيت أعمل رسالة أمل للناس، لأنه اللي بيشوفني كيف تعاملت مع السرطان، إذا هو مريض بيشوف أمل، وإذا عنده حدا بالعيلة مريض كمان بحس بالأمل. بس بنفس الوقت المسرحية كوميدية، يعني في مفارقة بالموضوع، بس هي مسرحية مدة كوميدية عرضها قد ايه؟ ساعة وعشر دقايق. مش عايزة تيجي تعرضيها عندنا في مصر هنا؟ بتمنى، أنا مصر نقطة ضعفي، كل شيء له علاقة بمصر وبالمسار، وأنا ربيت على الزمن الجميل. وبالمسرحية في صورة لفريد الأطرش مبروزة ومحطوطة، وفي وبيمرق أغاني لفريد الأطرش وعبد الحليم، بغنيهم بصوتي كمان. فأنا عندي ضعف على كل شيء فن مصري، نتمنى انك تيجي تنورينا وتدينا طاقة امل. وأنا بتمنى، وأنا بتمنى. وكتير محتاجين يسمعوا الامل ده. طب طمنيني على حالتك دلوقتي. أنا هلأ بعمل كيمو نهار التنين، وبعرض مسرح نهار الجمعة والأحد. يعني القوة اللي باخدها من المسرح لأنه شيء بحبه وعندي شغف طب فيه. الدكتور ما قالكيش ان ده محتاج جهد، وانت دي طاقة نفسية رهيبة الميلودراما، يعني بالعكس، انت لوحدك. الدكتور ايه لحالي في تعب جسدي، بس الدكتور من اول الطريق بيقول لي انا بحالتك شايف معجزه، انت عم بتداوي حالك بانك تكوني اقوى من المرض. يعني انت ذكرت قبل شوي انه الطاقه الايجابيه بتعمل شيء بالجسم، بتقوي المناعه، صحيح، بتقوي الاعضاء، بتقوي النفسيه. والسرطان اذا مش نصه اكتر مواجهته بتكون بالمواجهه، بالقوه. الاستسلام بمرض اكتر وبتعب اكتر. صحيح. فانا بس اقوم روح على المسرح بكون موجوعه. انا ما عم بدعي انه ما في وجع، في وجع وفي في جهد وفي طاقه. اوقات بحس حالي ما بقى عندي، بس لاني بحب المسرح ولانه انا عندي رساله، بحس حالي بدي امسك كل حدا عنده سرطان واقول له اصحك تخليه قعدك بالفرشه، اصحك تخليه قعدك بالبيت. وانت مثل ما شايف بكل بيت هلا في حالتين او ايوه، ثلاثه، انتوا عندكم في لبنان بدنا كده برضو، نخلص. احنا عندنا بقى منتشر نعم كتير. نعم. نعم نعم أنا يعني بين أصحابي في 4 5 نساء عندهم سرطان ثدي، الرجال سرطان البروستات، بقرايبيني بأصدقائي سرطان الكولون، سرطان الرئة موجود كتير. يعني صار لازم بقى نحكي عنه بطريقة ما فيها هالتابوه، مش نخاف منه وما نقول هيداك المرض، لأنه هو منه هيداك المرض، هو هيدا المرض الموجود ببيوتنا وبعائلاتنا صحيح، ما عادش بعيد. وبقرايبنا نعم. أبدا. يعني والعلاج اتطور كتير، وأهم شيء الكشف المبكر.
يعني لما واحد معه سرطان وين ما كان، حتى لو بالدماغ، إذا اكتشفوا بالأول طبعا بيكون عبارة عن مرحلة بسيطة من العلاج وبيرجع بكمل حياته. الإهمال هو اللي بيوصل للواحد يخسر حياته. الجمهور بتاعك في المسرحية بيبكي نعم ولا بيضحك ولا بيعمل الاثنين؟ بيعملوا اتنين بيعمل بصراحة، الاثنين. اتنين ايه يعني بيجيلك بيحضر العرض ناس عندها هذا المرض السرطان؟ ايه طبعا، هو اول ناس بيجوا أول بياخدوا ناس. قوة، بياخدوا طاقة مني. كثير ناس بيبعتوا لي رسائل وبيحكوني من كذا بلد بالعالم بس لياخدوا طاقة، يسألوني كيف تعملي هيك، وأنا كثير بنبسط إني أحكي معهم وأعطيهم قوة. يا ريت بقدر أعديهم بهالقوة اللي عندي إياها، اللي أنا أخذتها من حبي للحياة ومن إيجابيتي ومن شغفي بالفنون بشكل عام. يعني أنا بعمل الأشياء اللي بحبها. ربنا يتم شفاءه عليكي ويعطيك الطاقة أكتر وأكتر عشان تديها لينا ولكل الناس اللي بيعانوا من المرض ده، وانت قادرة شكرا وهتنتصري بإذن الله علشاننا وعلشان شكرا أولادك وعلشان كل مريض بيعاني من ده يعرف إن بالمقاومة بيعلي المناعة بتاعته وبيقدر يهزم هذا طبعا. المرض إن شاء الله. أنا بحكي عن تجربة، عن جد القوة والشجاعة أكثر من نص العلاج، وبتمنى إنه كل الناس تدفع هيدا الشيء. واحنا وبشكرك على منتظرينك الاستضافة. بس تقولي انا جاهزة وهنقول لك يلا بينا تيجي تنورينا في مصر على المسرح. على شكرا، المسرح. بتمنى. وعلى المسرح ده انا عندي شكرا. مسرح برضو هفضهولك وهخليكي تعملي طيب المسرحية يلا. لايف. شكرا، أكيد تنوري بتشرف الدنيا. بشكرك جدا بتمنى. الفنانة شكرا سوسن شاورما من بيروت كانت معنا متحدية المرض اللعين بالفن بالإرادة بالرغبة في الحياة من أجل الآخرين ومن أجل أنفسنا. هنروح لحالة العربيات بقى فيها مشكلة كبيرة قوي دلوقتي. العربيات احنا عارفين ان صدر قرار كانت شرح لي غلط ان هو بس على المؤسسات الحكومية، لا مفيش عربيات جديدة هتيجي لمدة 4 شهور في محاولة او في جزء من خطة الحكومة لمواجهة أزمة الدولار. ولكن في تجار عربيات عندهم عربيات راكنينها موجودة في الباركنج في الجراجات بتاعتهم، تروح تسأل يقول لك أيوة موجودة، لكن بيحسبوا الحساب بتاعه ويقول لك العربية تمنها كذا وبيقدر إن الدولار ب70 جنيه. طبعا في ناس محترمة، أنا بتكلم على اللي بيخالف ضميره وبيقرر إنه يكسب مكسب كبير من عربية كان جايبها مثلا سعر الدولار كان 30 وهو بيحاسب على 70. ليه؟ بيقول لك ما انا علشان استورد. طب يا سيدي ما هو مفيش استيراد دلوقتي، هتعمل ايه؟ ليه بتظلم الناس؟ يقول لك علشان اعيش. خلونا نفهم الرؤيه بشكل اوضح. معايا الزميل الصحفي الكاتب الكبير الاستاذ هشام الزيني، رئيس تحرير بوابه الاهرام اوتو. مساء الخير يا استاذ هشام. مساء النور استاذ خيري، ومنور المحور دايما كده ومنور منورة الدنيا بيك كلها. يا استاذ ربنا يخليك ربنا زميلي العزيز. احنا هشام عملنا مع بعض من بدايه الثمانينات واحنا طلاب في سنه اولى جامعه، كنا بنشتغل في اخبار يوم مع بعض ولم نفترق حتى كنا في قسم الحوادث في الاهرام، بس هو اترقى وبقى رئيس تحرير بقى فبقى صعب الواحد يلحقه. يا حبيبي انت منور الدنيا كلها يا استاذ خيري، ربنا يخليك، ومنور كل شاشه بتروحها وبتنقل ليها. بشكرك. لازم المشاهدين ولازم المتابعين ليك لازم يروحوا معاك في اي مكان. بشكرك يا صديقي العزيز. قول لي التجار اللي بيبالغوا وبيقيموا العربيات بسعر الدولار في السوق السوداء في اعلى نقطه فين؟ عند بعض التجار. ايوه بص حضرتك، يعني احنا الحقيقه موضوع مبيعات السيارات بصفة عامة في السوق المصري بقى حاجة غريبة جدا، وعارف اللي هو يقول لك ايه، متكعبل، بقت مشكلة، وكل واحد بقى مشكلته لوحدها، يعني كل تاجر او كل وكيل له مشكلة مختلفة عن التاني. ايوه، واللي مهروس في النص ده هو العميل، واللي بيحاسب على المشاريب هو العميل. ايوه، والعميل هو اللي بيدفع كل الحاجات الخاطئه اللي بتحصل في السوق. نعم، مشكلتنا ان ما عندناش عمله صعبه بنوفرها علشان يتم استيراد السيارات. كويس. على فكره
كل الناس بتتكلم ومساندة، تقول لك أنا ما عنديش مشكلة إنك أنت تقول لي هوقف الاستيراد شهر شهرين ثلاثة أربعة، عشان أنا عارف إنك هتوجه العملة الصعبة دي للضروريات الاستراتيجية. أيوة. والسلع الاستراتيجية مع احترامي أنا وأنت، أنا وأنت يعني مستفيدين منها. تمام. السيارات مع احترامي ممكن تبقى نمرة 2 نمرة 3 نمرة 4 نمرة 5 مش فارقة، يعني ما حدش هيجرى له حاجة عشان يتأخر في شراء عربية. بالضبط يا فندم، بالضبط يا فندم. لكن هناك طبعا من يستغل هذا الكلام في ان هو يتم تخزين سيارات، بيخزن سيارات عنده. تمام. ايوه. الدولة محتاجة دولار، فطلعت بالفكرة الخاصة بتاعة سيارات المغتربين في الخارج. تمام. تم فتح هذه القناة الجميلة جدا للمسلمين في الخارج، وكمان بتجيلك دولارات من بره. تفاجأ ان في البعض الاخر يوم قايل لك ايه، ما هو برضو الاستيراد الشخصي مفتوح. طب ما انا برضو افتح الاستيراد الشخصي، طب نعمل ايه؟ قال لك ما هو انا ممكن الاستاذ خيري يديني البطاقة بتاعته وانا استورد له عربية. طب الاستاذ خيري هيجيب دولار منين؟ من السوق ولا هجيبها من حسابه الشخصي اللي بالدولار؟ مش كل الناس عندها، فلا هجمعها من السوق السوداء اللي هيحاسبني عليها باعلى سعر ويوفره. ده بالنسبه لمين؟ ده اللي بيستورد استيراد شخصي. أيوة. انا كانا او انت. اوكي، بروح للوكيل اقول له هذا الكلام، يبقى عنده لازم يبقى عنده حاجه اسمها مكان في المنطقه الحره. تمام. على هذا الاساس انا بستورد هذه السيارات. كل واحد زي ما قلت لحضرتك هو بيقيم الدولار بقيمته قدام. أنا النهاردة بشتري بسبعين، بشتري بثمانين، أو أيا كان. وإن كنت أنا ضد إن إحنا نقعد نقول أنا بشتري بكذا أو بكذا أو بكذا، لأن الارتفاع الخاص بالدولار ارتفاع وهمي على السوشيال ميديا. طبعا. وكل واحد بيحط السعر اللي يناسبه، واللي بيشتري بيكون مضطر. بالضبط كده. ولكن هناك فعلا مغالاة في هذه الأسعار بشكل غير طبيعي، ومغالاة كمان في الأرباح. أيوة. وما تلاقيش هذه المغالاة مثلا في، خلينا في واقعيين في السيارات، مش عايز اقول ماركات، السيارات المتوسطه دي يا استاذ خيري، لما كنا بنقول عربيه ب 80,000 او 90,000 او 120 او 200,000، اقول لك انت يعني ايه ده، انت جبت اعلى عربيه متوسطه. ايوه. ولما توصل للحاجه اللي هي الهاي قوي اللي اي واحد فينا بيحلم بيها من ذكر ماركات، تقول لك 600 700، يقول لك ايه ده، انت وارث. راكب عربيه حلوه. ده انت لا، بقت المتوسط دلوقتي بتوصل ل 3 مليون. بالظبط كده يا فندم. بتبقى وصلت ل 3 مليون. فهنا حضرتك النقطه، مين اللي عليه دور يا استاذ هشام؟ يعني من الذي يجب ان يتدخل لحمايه العميل المواطن؟ بص حضرتك، لحمايه المواطن، المواطن نفسه. ازاي بقى؟ هقول لك حضرتك. اولا العربيه اذا ما كانش هو عايزها دلوقتي حالا، خد بال حضرتك، ما يشتريش. ما بيقولك العربيات هتغلى، انا هستنى هتغلى اكتر. لو عنده عربيه بتاعته قديمه يصلحها. بقول لحضرتك منتهى الامان، اللي محتاج عربيه بس هو اللي يشتري. طب اذا نجحت الدوله وان شاء الله تنجح في ايجاد سعر موحد للدولار ونزل الى سعر معقول هيبقى اقل بكتير من السوق السوداء، هل ده هينزل سعر العربيات؟ لابد من ثبات الدولار، لابد. ما انا قلت لك سعر واحد. ما انا لسه هكمل سيادتك. حضرتك لابد من ثبات الدولار على الاقل شهرين. تمام. هيحصل. هنا لابد عند ثبات الدولار على الاقل شهرين، هنا حضرتك اي مستورد واي وكيل لازم هيلتزم بالرقم اللي هيتقال عليه ينزل بالسعر بتاعه، ولازم، ولو ما نزلش ما حدش هيشتري منه. ده بص هي كلمه كده واضحه. والعنيف، بص يا استاذ خيري، العميل المصري اصبح اكثر وعيا من عام 2019، بدا من 2019 معدل الوعي عند المواطن المصري والعميل المصري عاليه جدا جدا، تحديدا في السيارات. وبقى عارف بيشتري ايه وما بيشتريش ايه، ومين اللي ده اللي بيعلن عن اسعار خدمات ما بعد البيع، اللي على اساسها انا هاجي اعمل دراسه جدوى شراء السياره، وانا هدفع فيها كذا، وصيانه ال 10,000 هدفع فيها كذا، واعمل مقارنات ما بين ده وبين ده. بص حضرتك، العميل المصري من 2019 تحديدا اصبح اكثر وعيا، عشان كده اللي لو الدولار فعلا ثبت شهرين او ثلاثه والاسعار ما نزلتش، كل الناس اللي اشترت دي عربياتها لا مؤاخذه تخليها تخزنها عندها ولا مؤاخذه. يعني ليه؟
لان في منافسين تانيين بقى. هتقول لي المنافسين تانيين، هقول لحضرتك ايه؟ هقول لك في بصيص نور كده بسيط جاي لك من بعيد. واحد، العربيات اللي جايه لك من المصريين المغتربين في الخارج. اثنين، الصينيين، ولان الصين حضرتك او السيارات الصينيه اصبحت دلوقتي بقت على مستوى عالي. اخر عربيه ضربت تسلا كهربا صينيه. والله حضرتك ده مش عربيه واحده، ده في اثنين تسلا. وانا عايز اقول لك على معلومه يعني عشان تعرف ان انت يعني حضرتك مع احترامي الكامل، ان احنا ما عندناش معايير. الفئه العاليه قوي، طالما حضرتك قلت اسم تسلا فانا هقول بقى يعني. أيوه. كوريا الجنوبيه أيوه. باعت في شهر يناير بس عربيه واحده تسلا. مصر باعت في يناير 29 عربيه تسلا. اشترت قصدك 29 عربيه تسلا؟ اشترت مع العميل. ما هو العميل يا باشا يعني كوريا الجنوبيه واحد اللي قدر يشتريها، واحنا 29. هتقول لي ما اصل عشان كوريا بتصنع وبتعمل، ماشي، بس ما هو ادي قوه شرائيه موجوده على الارض. مش عايز اقول ماركات تانيه، مش عايز اقول ماركات تانيه. عشان كده حضرتك، عشان ده الحته اللي جايه اللي بقول لحضرتك ان لابد فيها طاقه نور. طيب استاذ هشام، من هي الجهه المنوط بها او المسؤوله عن ملاحقه التجار؟ وانا كمواطن لو رحت اشتري عربيه انا عارف ان ثمنها 1,200,000 جنيه، والراجل قال لي 1.5 مليون اذا كنت عايزها، اعمل ايه؟ لا بص حضرتك مع احترامي، هي عرض وطلب، اكون واضح معك، هي عرض وطلب. يعني مفيش جريمه هنا. انت لا تستطيع ان تجبر التاجر على انه هو يقول لك حضرتك انا هبيعها بكذا وبكذا وبكذا، لانها مش سلعه استراتيجيه مسعره، هي عرض وطلب. ولكن عشان كده بقول لحضرتك ان العميل هو الذي يستطيع ان هو يلقنهم درس عدم الجشع، ومش هنموت من غير عربيات. شوف انا شغلي السيارات، لكن بقول لحضرتك مش هنموت من غير عربيات. لكن على الناس انها تلتزم. في بعض الناس زي ما حضرتك قلت في البدايه، ان فعلا في ناس فعلا ملتزمه التزام كبير جدا جدا، وفي ناس خايفه. ما انا بقول لك هو معاه 2 مليون خايف قيمتهم تقل، مش هيعرف يجيب عربيه. ما انت وصلنا العربيه من 300,000 بقت ب 2,500,000 بالظبط. انا عايز بس لو وقت حضرتك يسمح اقول لك رقمين، عارف انا بحب. طب هسمع الرقمين دول وخلاص، اتفضل. انت عارف حضرتك ان عدد السيارات في شهر يعني في ديسمبر، سيارات الزيرو الملاكي حضرتك اللي اتباعوا في السوق 10,701. ايوه ده في شهر ديسمبر. شهر يناير بقى اللي هو المفروض حضرتك دايما كلنا بنيجي ندرس السوق يقول لك يناير وفبراير ده ايه؟ انزل انهيار كامل. تلاقيه حضرتك في شهر يناير، ده احدث تقرير على فكره، عدد السيارات اللي اتباعت وترخصت 11,384. اللي هو المفترض انت طبيعي بقالنا 500 سنه ندرس السوق، السوق في يناير وفبراير بينزل عن ديسمبر، لا ده طلع في يناير. دي العربيات المترخصه. البعض هيقول لي طب عدد المركبات، ودي اخر حاجه، عدد المركبات اللي عليها لوحات كده في يناير 34,447. الناس هتقول لك مركبات اللي هي اي مركبه عليها لوحات معدنيه، يعني ما تقوليش اصل العربيات اللي جالك ده جالك من بره، اللي هي جالك من المغتربين في الخارج، لا متخزنين، لان في عربيات 2020 موجوده في التقرير لسه متباعه في يناير 24. بس انا كده خلصت الكلام اللي عندي. نورت الجراش يا فندم. بشكرك جدا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ هشام الزيني، رئيس تحرير بوابه الاهرام اوتو. انا اسف ان هختم القصص بقصه مؤلمه جدا، لما قريتها انا وزمايلي تالمنا كثيرا. سيده مصريه اسمها مريم مجدي. السيده المصريه تزوجت من شاب مصري مع الجنسية السويسرية، راحت عاشت معه شوية وكان عاملها أقامة وخلفوا طفلين، ولكن يبدو أن كان بينهما خلافات. رجعوا مصر في أجازة، هي الست اللي وجهها بشوش قدامنا الله يرحمه. هذه السيدة الفاضلة فوجئت بجوزها، كانت إقامتها خلصت، فقال لها هتستنيني وهاخد الاولاد واسافر وابعت لك عشان تيجي نجدد الاقامه. فقالت له لا، الا اولادي، الاولاد معايا لما تبعت لنا. فده معناه انه كان يبدو ان هناك خلافات، ولكن هو استطاع بالتحايل وانه خدعهم انه قاعد وخد الطفلين وسافر سويسرا. السيده مريم مجدي
مش قادرة تستحمل ولادها فقررت أن تسافر هناك. نجحت بعد عذاب كبير إنها تاخد تأشيرة بعد ضغط المجتمعات المؤسسات النسوية والضغط، جالها تأشيرة وسافرت قعدت في فندق لحد ما نجحت إنها تشوف عيالها. أعتقد عندنا مشاهد يا جماعة نشوفها وهي أول مرة تشوف عيالها وتاخدهم في حضنها وتحس بيهم. وخدت حكم من المحكمة، يعني خلوني قبل ما أحكي لكم التفاصيل دي، ده المشهد شوفوها بتقابل ولادها إزاي. المهم هذه السيدة فجأة نزلت من الفندق، كان آخر حد قابلته هو جوزها، ثم اختفت 10 أيام ما حدش يعرف عنها أي حاجة، بيدورها عليها بكل مكان، لحد ما الشرطة السويسرية عثرت عليها بجانب أحد الأنهار في سويسرا. مأساة كبيرة جدا، ست راحة عايزة أولادها، وهذه كانت النتيجة. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من شقيقها الأستاذ حسام مجدي. أهلا وسهلا أستاذ حسام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خيري. والبقاء والدوام لله، خالص عزائي وعزاء أسرة البرنامج وقناة المحور. البقاء والدوام لله أستاذ خيري. ممكن تضيف الكلام اللي أنا قلته إيه في تفاصيل هذه المأساة؟ كل اللي حضرتك قلته مظبوط إلا حاجة واحدة بس كان لازم نذكرها. أيوة. إن وليد موت مريم مرتين يا أستاذ خيري. مرة لما قعدوه في مصر ناس إن هو ياخد الأطفال ويهرب، دي كانت أول مرة هي ماتت فيها لما قعدت 6 شهور أو 7 شهور من غير ولادها. أيوة. تاني مرة ماتت النهاردة، قتلها ورماها في البحر. هو لسه متهم حتى الآن. أنت بتظن إن هو اللي ورا ارتكاب الجريمة، وإحنا عارفين إن الشرطة بتحقق معاه هناك. الشرطة بتحقق معاه، بس مفيش حد تاني في سويسرا كلها يعرف مريم مجدي غير وليد أمير ماير، وهو الشخص الوحيد اللي له المصلحة إن مريم تختفي من على وش الدنيا عشان ياخد الأطفال. عندما يصدر ضده حكم أو إعلان أن هو الذي ارتكب الجريمة هكون معاك تماما، لكن تمام. احكي لي ما قبل ذلك، هي كانت إيه المشاكل اللي بينهم؟ كانت المشاكل اللي بينهم على حضانة الأطفال في مصر. هو كان مطلقها؟ هم متطلقين؟ كان عايز يطلقها. لكن ما كانش لسه تم الطلاق. ولسه لحد الآن مريم على ذمته. تمام. بس المحكمة في مصر اديتها حكم الحضانة بتاعت الأطفال. سيسها وقعد يضحك علينا وقلنا انا هتعدل وهتظبط وهبقى كويس وهنسافر كلنا مع بعض وكان وكان وكان. تمام. وخد العيال وطلع على المطار، مفيش قانون يمنع ان اب ما يسافرش بولاده. لا فيه. لو حكم المحكمة وصل الى المطار، لو النيابة العامة اصدرت قرار بمنع من السفر او ترقب انه ما ياخدهمش. تمام يا استاذ خيري. ممكن اقول حاجة صغيرة؟ اي اطفال تحمل جنسيتين لازم موافقه الاب، الام لو مسافرين مع الاب، او موافقه الاب لو مسافرين مع الام. اوكي تمام. تمام. ده من مكتب الهجره. امال سافر ازاي؟ على الشباك. ما هو اللي سافر ازاي دي بقى، دي النقطه. اللي ساعدوه في مصر اشخاص معايا اسمائهم وعناوينهم وارقام تليفوناتهم، الناس دي اللي ساعدته في مصر. تقدم بيها لو سمحت ببلاغ الى الشرطه. تمام. أنا بس عايز حد من المسؤولين يسمعني، عايز حد من الشرطة. اتفضل يسمعني. ما أنا بديك الفرصة. اتفضل. أقول الأسماء على الهواء عادي؟ لا. ما عنديش مشكلة. لا. ده ما عنديش وسيلة للتأكد، أنا مش جهة اتهام. أنا تمام. بسمع أنا... وفي جهات مسؤولة بالتابع تأكد إنهم هيتواصلوا معاك، وأنت لو رحت تقدمت ببلاغ لا يوجد اسم بعيد عن القانون. اتفضل. تمام. أستاذ خيري، أنا بناشد حضرتك وبناشد كل راجل حر في مصر وكل واحد عنده أخت ما يتمنى لهاش اللي حصل لأختي يستعد إن أنا أجيب حق أختي. أنا بناشد كل جمهورية مصر العربية، حد ما يتمناش اللي حصل لأختي ده يحصل له يتواصل معايا ويساعدني إن أنا أجيب حق أختي. طيب تمام. ممكن تقول لي إزاي عرفتوا إنها ماتت؟ النهاردة الصبح عرفنا إنها ماتت. منين؟ من الشرطة، من السفارة المصرية. تكرم السيد القنصل المصري أمجد بيه في بيرن، كلمنا النهاردة وقال لنا للأسف ببلغكم عزائي، مريم لقوها النهاردة في النهر
مقتولة. مرمية في نهر ولا جنبه؟ في النهر نفسه يا فندم. لكن لسه لا طلع تقرير طبي شرعي ولا قال كيفية الوفاة ولا أي شيء. لسه التحقيقات شغالة ولسه التقرير ما طلعش ولسه ما نعرفش أي حاجة. طب وصول الجثمان هل اتكلمتوا فيها؟ هل عرفتوا ممكن إمتى جثمان هيوصل بالسلامة؟ مفيش أي تفاصيل عرفناها تاني حضرتك غير النخت اتوفت النهاردة. النهاردة لقوها. اتوفت إمتى الله أعلم، بس النهاردة لقوها مرمية في النهر. طيب يعني نحن نناشد وزارة الخارجية والسفير المصري ووزيرة الهجرة. وزير الداخلية المصري. نعم السيد وزير الداخلية المصري. لا أنا بتكلم على هناك الأول. إحنا بنناشد المسؤولين من هنا علشان جثمانها يجي تدفن في بلدها أولا. تمام أولا. ثم ثانيا نشوف المتهم ده بعدها هتبقى هناك خطوات لاستعادة إذا ثبت أن جوزها أبو الأولاد هو المجرم ان الاولاد يجوا يقعدوا مع ستهم هنا. تمام. إن ده شاء... ده طلب رقم اتنين. امال رقم واحد حضرتك قلته. انا قصدي ده رقم اتنين، الاطفال يرجعوا يقعدوا. تمام. يقعدوا مع ام مريم باذن الله. نتمنى ذلك واحنا هنفضل متابعين معاك. ربنا يخليك يا استاذ خيري. انا بس نفسي 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 بجد حد يساعدنا. احنا ما يعني ما عندناش حد غير صوت الناس، واي راجل حر في مصر هيساعدنا. مش عارف اقول ايه، انا مش عارف اقول ايه في الموقف اللي انا فيه ده. انا اختي مقتوله النهارده الصبح. طبعا هو مش عارف اقول ايه تاني. احساس مؤلم ارجوك بلغ إيه. انا كل الوالده كل موجوده والوالد موجودين. بلغهم تعازينا. خلص العزاء يا استاذ حسام، وان شاء الله الجثمان يرجع مصر والاحفاد يرجعوا لستهم وجدهم يعيشوا معاهم، لان هم هيبقوا محتاجين كمان معالجه نفسيه، لأن هذا الموقف صعب جدا 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 إن الأولاد يقابلوا أمهم وبعدين يعصروا عليها ملقاة في نهر من أنهار سويسرا. احنا بنشكر القنصل اللي اهتم وتواصل بالأهل، ونتمنى أن يظل متابعا، واحنا هنحاول نتواصل مع السفير المصري هناك لنعرف تفاصيل أكتر. بشكرك جدا يا حسام. سيبكوا الآن مع تقرير عن 100 سنة غنى، الاحتفال الكبير اللي هيكون يوم 14 نوفمبر في الأوبرا المصرية. الفنان الكبير علي الحجار والمخرج عصام السيد اللي كنا هنا وعرضنا عليكم إزاي هيبقى حفل رائع، وهيكون ضيف الشرف بتاعه الفنان محمد الحلو، وهو عن الراحل محمد عبد الوهاب. هنسمع أغاني، هنسمع موسيقى، هنسمع أصوات جديدة. هسيبكم مع هذا التقرير للمؤتمر الصحفي، ثم نعود مرة أخرى في ذكرى رحيل الشيخ سيد النقشبندي، الصوت العذب الجميل، حكايات لم تسمعوها من قبل، وصوت من أجمل الأصوات. نلتقي بعد الفصل. أنا في الـ في الـ في المشروع ده كأني مشارك في الإنتاج. لو التوزيعات المعاصرة دي قربت الحكاية، لأن دايما المشكلة ما بتبقاش في اللحن والكلام، المشكلة في التناول الموسيقي للأغنية. هي شبه العصر اللي انت بتعمل فيه الأغنية، بس في أغاني معينة اتعملت زمان لو سمعتها بالطريقة القديمة مش هتحبها، لكن لو خدتها بتوزيع جديد شبه اللي بيحصل دلوقتي وبمعالجة موسيقية مختلفة وبطريقة التسجيل الحديثة في الاستوديوهات دلوقتي، هتقرب للناس جدا فكرة انه انا مش هقدر امنع الغنى الوحش ولا المغنيين دول اللي انا شايف ان هم يعني مش ده الغنى، لان اليوم جمهور خلاص مش عايز امنع كده يعني. لكن اقدر اعمل حاجه تليق بثقافه الناس، يبقى عندهم الحريه ان هم يسمعوا ده ويسمعوا ده ويختاروا يعني. بتشرف ان انا عامل الجزء الدرامي في هذه الحفله الكبيره جدا، ليله الاستاذ عبد الوهاب في مشروع 100 سنه غنى، مع نجم كبير بحجم الاستاذ علي الحجار، مع مخرج مسرحي عظيم زي الاستاذ عصام السيد. فالحقيقه نتمنى ان احنا نكون عاملين شكل جديد على الحفلات الغنائيه. هي مش مجرد بقى غنى، مثلا هو كم وعشرين أغنية للأستاذ عبد الوهاب تشمل تاريخه بالإضافة إلى تاريخ الأستاذ عبد الوهاب نفسه، من خلال حكي أو سيرة الأستاذ عبد الوهاب، من خلال في مشاهد تمثيلية، في مشاهد نادرة الأستاذ عبد الوهاب بيتكلم فيها، في تسجيلات نادرة للأستاذ عبد الوهاب الناس بتسمعها أول مرة. في جمعية متخصصة في العالم كله موجودة، اللي هي جمعية مؤلفين ومرحلين،
وهي دي المعنية ان انا لما اعمل حفلة اسدد الرسوم عن استغلال المصنف ده، لكن انا ببقى صاحب اللي هو اعادة انتاج المصنف. غمرة اتمنى انها تعيد ازاي نغير شكل الحفلة الجماعية، ازاي الناس وهي قاعدة بتسمع تراث مجال جديد اللي قاعدة بتسمع تراث بشكل معاصر وفاهمين التراث بتعمل ازاي ليه وامتى والصروف اللي حصلت عبارة عليها، مش مسألة تاريخ جامد وبس، هي مسألة محاولة إيصال الظرف التاريخي اللي اتعمل فيه هذا الكلام. صوت الهابط من السماء، صوت سماوي، صوت رباني. هذه الشخصية اللي تاريخها مليء بالحكايات، هذا المبتهل وهذا العالم وهذا الشاعر وهذا المتصوف فضيلة الشيخ سيد النقشبندي الله يرحمه، نحن الليلة في حضرته، هي ليلة في حب النقشبندي. لن تكون سماعة فقط، ولكن سنعرف الكثير عن حكايات هذا العالم صاحب الصوت الملائكي الذي لا يأتي رمضان. وكل عام وأنتم بخير، هذه الليلة الأولى من شهر شعبان، ولسالنا شهر إن شاء الله ونروح لشهر رمضان. من أول يوم في رمضان ما سمعتش صوت الشيخ محمد رفعت في الأذان والشيخ سيد النقشبندي في الابتهال، يبقى رمضان لسه ما جاش. حكايات كثيرة هنسمعها مع ضيوف الأعزاء. أرحب أولا بالشيخ القارئ والمبتهل الشيخ المحمدي ممدوح، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ خيري، أنت اللي منور حضرتك، ربنا يبارك. والكاتبة الروائية رحمة ضياء. رحمة ضياء أول حد يكتب رواية عن الشيخ النقشبندي، إزاي رواية وعن النقشبندي هذا التاريخ الحي يتحول إلى عمل روائي لأول مرة هنعرفه؟ أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ خالد. والزميل والكاتب الصحفي والباحث الأستاذ محمد دياب، مدير تحرير دار الهلال، مجلة الهلال، أهلا وسهلا. أهلا بك، منورنا يا فندم. الله يخليك. أنا مش عارف أبتدي منين، بس يعني أنا هبتدي بالتعريف صوتا. قل لي الأول يا شيخنا، ما هو الارتباط بينك وبين الشيخ سيد النقشبندي؟ ماذا يمثل لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بالنسبة للشيخ سيد النقشبندي طبعا يربطني علاقة قوية به من ناحية سماعي من صغري وأنا في طفولتي، وكنت أستمع إلى ابتهالاته وكنت أقولها وأنا صغير. نعم. مما كان يقوله في الابتهالات وفي الأشياء اللحنية كمان، يعني زي مولاي مثلا. أيوه. وأقول أمتي يا رب، يقول أقول أمتي يا رب أمتي، ويا رب كرمك علينا،
وحاجات كتير جدا يعني، وما الى غير ذلك من الالحان اللي لحنها له العبقري بليغ حمدي طبعا رحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. هي الناس كلها عارفه ان هو الراحل بليغ حمدي لحن له مولاي. وبالمناسبه في حاجه كمان، الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى وكان، وبالمناسبه مع احترامي لحضرتك يا استاذ خيري طبعا وقطع كلام حضرتك انا اسف، كان لوبتي هيل دايما كان بيجي على القناه الاولى يوماتي يوميا في رمضان وفي غير رمضان حتى، وخاصة يوم الجمعة ابتهال اللي هو بيقول فيه الله الله لا إله إلا الله، كان القرآن بيبدأ كده من الأول وهو بيروح داخل. لا تسمعني يا ربنا، يعني مثلا كان يقول إيه، يا ربنا حفيظ يا يا من على العرش استوى، يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، تبنى إليك تبنى إليك يا إله يا رب مثلا يعني. تمام، فاكره وسمعناه كتير. اللي ابتهال ده، بس هو في مقطوع صغير انا يعني ناسيها شويه عشان بقى لي فتره ما بسمعوش. اللي هي يعني انا والله ما فاكرها قوي، بس هو ما شاء الله عليه طبعا ابتهال من الابتهالات الجميله اللي كنت بسمعها له وانا صغير يعني، دائما يوميا كنت بسمعها يعني. طيب خليني اروح للاستاذ محمد دياب الاول وقول لي ما لا نعرفه عن الشيخ سيد النقشبندي. الحقيقه هو يعني مسيرته يعني هو اتظلم الحقيقه، دي حقيقه يعني، جايز لانه كان عايش في طنطا وجنب السيد البدوي وبتاع بعيد عن العاصمه يعني، بس هو حاول في منتصف الخمسينات انه يجي يتقدم للاذاعه يعتمد زي ما قالوا اولاده انه الاستاذ محمد حسن الشجاعي مستشار الاذاعه وقتها رفض اعتماده كمنشد او كمقرئ، رفض اعتماده. نعم. وفضل في السيد البدوي لحد ما في صديق ليه عزم، هو راح جنب السيد البدوي لما ظهر له، جاله هاتف، جاله حلم، جاله هاتف قال له تعالى، قال له روح اقعد جنب السيد البدوي. سنه 55 افتكر، هو من كفر الشيخ بيتهيألي، هو من دميره في طلخه، ده اهليه. صح، هو ده اهلاوي. انا اسف، ده انا حفيده صديقي كان اسمه سيد النقشبندي برضه، مواليد سنه 21 وعمره 11 سنه، والده ووالدته انفصلوا عن بعض وذهب مع والدته لطهطة عند خاله. وفضل في الصعيد لحد سنة 55 يعني كل الوقت ده تقريبا. راح بقى يعني جاله الهاتف وراح قعد جنب السيد بجوار السيد البدوي لحد ما في صديق عزمه انه يجي يغني في مولد سيدنا الحسين، ينشد في الساحة، ليلة المولد في الساحة طبعا. انشد وصوته يعني أبهر اللي كانوا موجودين، منهم ناس كانوا في الإذاعة والتلفزيون، وظهر لأول مرة مع الأستاذ أحمد فراج في برنامج نور على نور. سجل له الحلقة الأول في مسجد السيدة زينب. وبعدين سجل معاه حلقات بعد كده. بعدين اعتمدوه في الإذاعة 66 الأستاذ محمد محمود شعبان بابا شارو. وسجل لأول مرة سنة 67 أول برنامج 67 أول برنامج رمضاني 30 حلقة. تأخر قوي. اخر في الوصول للناس. نعم، كان اسمه في نور الاسماء الحسنى، البرنامج كان اسمه في نور الاسماء الحسنى. وكان الحان احمد صدقي وغناؤه بمشاركه سعاد محمد ومحمد انديل، يعني مع القمم. اصلهم دايما بيفصلوا يقول لك لا المشايخ ما بيعرفوش مطربين، ورغم ان انا عندي تسجيلات قديمه كان بيحضر فيها نجوم الغناء
وكبار المقرئين. طيب في معلومة خطيرة جدا الشيخ قالها في حوار ليه في مجلة الكواكب سنة 71 بعد ما سجل مجرد انه يقبل ان يعمل حوار في مجلة الكواكب دي رسالة. هي معروفة انها مجلة فنية عريقة قفلوها ربنا يسامحهم. قال انه غنى في حفلات اضواء المدينة سنة 68 غنى بمصاحبة فرقة صلاح عرام. يعني مقولة انه بليغ حمدي اول حد يخليه يغني على موسيقى وفرقة موسيقية. امال كان معترض ليه وطلع قال هذا الولد عفيت؟ لا ما كانش لما قعد مع بليغ وبليغ جنن. لانه بليغ ما كانش ليه وقتها تجارب في الغناء الديني. ما كانش عمل حاجات. كان امر من رئيس السادات. وكان طبعا لونه الموسيقي فلكلوري راقص قوي وكده فكان متوجس من كان الموضوع. خايف. لكن هو غنى مع فرقة صلاح عرام على المسرح في اضواء المدينة. بس ده سنة 68 نفسنا نشوفه بقى. بس بيرو زمان تطلع لنا نسأل مسبيرو زمان بتقدم حاجات عظيمة. نعم. طيب يقال ان زبيده ثروت اللي قدمته ساعتها وهو طالع كمان كمان. طيب ما هو انت علشان تعملي روايه اسمها النقشبندي لازم تكوني قريتي تاريخ وحفظتي تاريخ النقشبندي وجمعتي معلومات عن التركيبه النفسيه والشخصيه. صحيح. عشان تقدري تمزجي ما بين الواقع وما بين خيالك ككاتبة. صحيح. فدي مسألة صعبة جدا. عملتيها ازاي؟ هو انا صحفية يعني فشغلتي ان انا يعني اعمل لا بس الخيال العمل الادبي والروائي مختلف. صحيح. عن الصحافة. انا يعني بكتب كتابة ادبية وعملي صحفي. فلما فكرت اعمل اول عمل روائي ليا فكرت في رواية السيرة لان حسيت ان هقدر اجمع فيها ما بين شغفي بالكتابة الادبية وما بين مهارات العمل الصحفي ان اقدر بقى ارجع للارشيف واعمل معايشات وزيارات ميدانية واطلع معلومات جديدة عن الشخصية. يعني دفلنا بالاستاذ محمد. انا ما حبيتش اركز في الرواية على الاعمال اللي هي الفنية اللي هو عملها الانشاد يعني حبيت شوية اكتر اروح للجوانب الشخصية في حياته ان هو اقدم للناس النقشبندي كانسان. يا ريت قدم لنا الملامح الإنسان. هو يعني من البداية من طفولته كان توليفة مختلفة. يعني هو بينتمي للأسرة بتنتمي لطريقة صوفية مشهورة هي الطريقة النقشبندية. فاتولد على أنه هو بيحب القرآن بيحب آل البيت بيلف مع والده في الموالد. فدي كانت الخلفية اللي هو اتولد وتربى عليها. طبعا الروح الصوفية كانت من السمات المميزة لشخصيته. هو كان زاهد جدا لدرجة ان هو بعد لما توفى اكتشفوا ان حسابه في البنك كان يعني بضع مئات من الجنيهات. ما عندوش بيت ملك ما عندوش اراضي. فكان الرصيد اللي تركه هو رصيده العظيم من محبة الناس اللي لحد دلوقتي بيحبوه فاكرينه ومرتبطين بيه. كمان هو كان دمه خفيف جدا. كان بيحب الفكاهة وبيحب الحياة وعنده أصدقاء من النجوم وبيحب يعني يمارس فعل الخط العربي مثلا. كان بيحب قوي وبيكتب شعر. صحيح. في المذكرات بتاعته كان متعود بيدون مذكراته بشكل سنوي عنده كراسات مذكرات كده كل سنة. فكان قدرت توصلي لأي حاجة منها؟ كان في حاجات نشرينها بعض الأصدقاء والجمعين التراث بتاعه. لكن من أسرته وأبنائه وأحفاده ملقتيش أصول؟ كانوا منزلين صور لهذه المذكرات يعني فطلعت على بعض منها. من ضمنها مثلا هو راح يتعلم الخط العربي هو عنده 40 سنة من كتر شغفه فيه. فراح قدم في مدرسة علشان يتعلم يجود الخط. يا سلام. فهو كان يعني مجتهد ومثابر وزي ما الأستاذ أشار فكرة إن هو يعني الإذاعة اكتشفته أو يعني في آخر 10 سنين في حياته أو أقل كمان. هو ده الفترة اللي احنا قدرنا نوصل. بس ساب لنا تراث في 10 سنين دول مهم جدا أكتر من 400 ابتهال وإنشاد. ده شيء تاريخ يعني. صحيح. شيخ محمدي أنت كمان قدمت الإذاعة ورفضوك في الأول؟ والله لا داعي لذكر ذلك يعني. ليه مش قبلوك بعد كده؟ لا والله هو انا اكتست الاختبارات وسجلت ولكن كل ما اسجل لي يقولوا ما في ملاحظات ولا حديث يعني اكثر من ذلك عن هذا يعني. لا انا ادعوهم انهم يسمعوك تاني ويسمعوك معانا. وبالمناسبه على فكره انا تذكرت الكلمتين اللي انا يعني هقولها معلش مره تانية واعده وانا طبيعتي صريح جدا فهرجع لها تاني. طيب. لان هو من الابتدائيات اللي عجباني جدا. اتفضل. يا ربنا حفيظ يا
تبنا إليك، تبنا إليك يا إله، يا بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى في ايام رمضان وفي غيره. لا ما انت كده جمعنا ده الله الله، دي لوحدها بتاخد القلب. ما هي دي اول حاجه بيبداوا بيها الكورال وهو بيروح داخل معاهم. طب تيجي نفكر الناس برمضان بقى وندخل على مولاي. ما دي عايزه فرقه موسيقيه، بس انا ممكن اقول منها يعني. قول اللي تقدر عليه منها. يعني مثلا مولاي اني ببابك بط بسطت يدي، من لي الوذ به إلاك يا سندي، مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي. أنا عايزة موسيقى يعني. ما احنا موسيقى. أقوم بالليل والأسحار ساهية، أدعو يا هكمل والله. اصل دي عايزه موسيقى وعايزه كورال احنا حاسين ما يبين طبقات صوتك ما شاء الله. اصل ايد لوحدها ما تسقفش يعني. طيب حضرتك صوت لا الصوت لوحده يطرب ازاي؟ بس لازم حد يبقى معاك لان هما بيحركوك تقول يعني. فاهم حضرتك ازاي؟ تمام. التيمبو ده بيخليك انك انت تتحرك زي لاعب الكوره كده، لما بيبقى مثلا عند حضرتك لاعب خط وسط مهاجم، هو المهاجم مش هيتحرك الا اذا ده حط له او بصله كوره معينه، فايد لوحدها ما تسقفش. طيب انت بصيت لي فاصل، فهطلع فاصل وهنرجع تاني نكمل في رحلة الشيخ سيد النقشبندي. الله يكرمك. زميلنا الكاتب الكبير المبدع عمر طاهر كان نزل على صفحته قصيدة بخط ايد الراحل سيد النقشبندي، وهو بيؤدي انشاد ليها. ولكن قبل كل حاجة انا بقول لعمر الف حمد لله على السلامة. زميلنا عمر في المستشفى دلوقتي، تعرض لمشكلة قلبية والحمد لله ربنا نجاه، وهو يعني بين يدي الأطباء، بندعو له بالشفاء العاجل وإنه يرجع لنا. عمر طاهر من الأقلام البديعة ومن الناس اللي يعني تتوقف أمام ما تقول لعمق ما يرى ويكتب. فهنطلع فاصل ونسمع جزء من اللي قاله الشيخ سيد النقشبندي ونرجع تاني. فإن في عصرنا بالسيف قد عجبا، للسيف وجه وأسلوب وترجمة تعي البلاغة والأسلوب والخطبا. يا هازم الفرس والروما، يا هازم الفرس والروما،
ابن الوليد إن لم نعد بدر فيها اليوم أو أحدا أو لم نسارع. الله الله، دي القصيدة والابتهال اللي قدمه الكاتب الكبير عمر طاهر، ربنا يتم شفاءه. ادعوا له النبي في ليلة بركة زي دي، ادعوا له أن يتم شفاءه ويرجع لنا بالسلامة. أستاذ محمد، الناس فاهمة أن بليغ حمدي عمل مولاي ووقف مع الشيخ نقشبندي، رغم أن أنا أعرف أنهم بقوا أصحاب وعشق بليغ حمدي وكان عاجبه العفرات اللي فيه وكان بيطلع منه حاجات حلوة. قصة علاقتهم، هو قصة العلاقة زي ما معروف ما حكاها الأستاذ وجدي الحكيم وأصبحت معروفة تماما، يعني لما تقابلوا في خطوبة السيدة رؤية الرئيس أنور السادات، وطلب منهم أن هم يقعدوا مع بعض يعملوا ويشتغلوا مع بعض. بليغ يلحن النقشبندي وكان موجود الأستاذ وجدي الحكيم، كان مسؤول عن التسجيلات، مسؤول عن القسم الموسيقي تسجيل الأغاني. فحطوا في تصرفهم الامكانيات، بداوا في نهايه في نهايه 71 اتسجلت الاعمال في ديسمبر، برنامج اسمه اخوه الحق، برنامج اذاعي سجلوا 15 حلقه فيهم 15 اغنيه دينيه مصاحبه الموسيقى، وهو طبعا كان بيغني قبل كده. نعم، ليه ما خدتش الشهره بتاعت مولاي؟ اشرق المعصوم، ايها الساهر، ربنا، الى اخره، منهم مولايا. مولاي اصبحت دوره التاج، وتم تهميش بقيه ال 14 ما بيزعوها اغنيه بيتذاعوا والله، موجودين اونلاين بس ما فيش تركيز عليهم، ما فيش القاء ضوء عليهم، يمكن الناس ما يعرفوش ان هم الحان بليغ حمدي يعني كمان، يعني ممكن يعني هو صورته هي مع الرئيس الراحل انور السادات يقول الشيخ النقشبندي في حوار بعد تسجيل اعمال حواره مع مجله الكواكب، قال ان احنا سجلنا 15 حلقه ب 15 اغنيه وعبد الفتاح مصطفى كلها مسافر أستاذ بليغ، وعدني لما يرجع هنكمل للتلاتين حلقة، وعدني كمان هنعمل صور غنائية. أيوة، يعني يبقى في صور غنائية، برنامج غنائي اللي هو بيبقى مدته نص ساعة 25 دقيقة. كان هيغني الشيخ النقشبندي تمثيل وغناء، بيبقى فيها تمثيل بس، هو طبعا كان هيغني وغيره اللي كان هيمثل يعني بس هو الشيخ النقشبندي زي ما قلنا هو بيغني اوريدي بصحبة الموسيقى يعني احنا بنعتبرها في مرحلة تالية بعد القرآن الكريم، الابتهالات والانشاد بيمس روحنا في الجانب الديني اكتر. نعم، هو قبل كان غنى يعني اعمال دينية لمحمد الموجي واحمد صدقي و قبل بليغ عبد العظيم عبد الحق، ايوه يعني عبد العظيم محمد اسف وحلمي امين طبعا، وغنى فيما بعد السيد مكاوي ومحمد سلطان، يعني اغاني دينيه طبعا ليه تسجيلات بيغني فيها لام كلثوم بيغني تسجيلات اذاعيه، بيغني سلو قلبي ابد الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابه، ويغني رباعات. سمعتها له ده يا شيخنا؟ لا انا ما سمعتهالوش بصراحه، بس سمعتها من ام كلثوم اكيد يعني. وبيغني خايف اقول اللي في قلبي لعبد الوهاب، يحب عبد الوهاب كمان والله العظيم. اي والتقى بالسيده ام كلثوم قابلته ليهم صوره سوا لما راحت تغني في طنطا، راحت تزور المسجد السيد البدوي قابلته هناك وتصوروا في غرفه المسؤول عن المسجد وكانت من معجبينه يعني الصوره معجبه بصوته يعني صورته، وهو طبعا معجب كل اعمالها الدينيه يعني ما شاء الله. وانت ايه الجانب الخفي اكتر منطقه جذبتك في شخصيه الشيخ سيد المنصور؟ اكيد في منطقه كانت منوره معاكي قوي. انا عايزه بس اضيف حاجه نقطه هنا، ان هو مثل كمان مثل فيلم بس للاسف المخرج بتاع الفيلم توفى قبل اكمال الفيلم. العمل فالفيلم لم يعرض. الفيلم كان عن قصه منشد برضو ديني، فهو كان بيمثل دوره وبينشد كان متعدد المواهب. فيلم اسمه الطريق الطويل لكن لم يكتب لي الظهور الجزء اللي اتصور موجود ولا ما نعرفش مكانه فين موجود. يعني لما لازم ندور عليه لازم ندور عليه لانه في تسجيل صوت وصوره ليه في سينما، فده خسارة طبعا. طيب قولي لي بقى ايه الجزء اللي نور عندك؟ ان هو كان متفتح جدا، لما قريت لي حوارات ولقاءات يعني حسيت ان هو جانب مش معروف للناس، فكنت حابه اظهره.
يعني مثلا ما كانش بيخجل ان هو يتكلم عن قصه حبه لزوجته صديقه هي كانت بنت خاله. ففي حوار قبل كده كان بيتسال عن انت حبيت يا شيخ سيد قبل كده ولا لا، فقال ان هو انا زوجتي وبحبها. كان بيتكلم يعني. كان بيتكلم بعد كده عن كمان ولاده وفكره ان هم لو طب لو بنت من بناتك قالت لك انها بتحب او كده انت هتعمل ايه. فكان ليه اراء متفتحه على حسب برضو على حسبه يعني على عهده اللي كان منشور في الحوار وقتها. قال ان هو طالما الحب الشريف العفيف الطاهر وان هم جت قالت لي انا مش هيبقى عندي مشكله وهبارك الحب ده، لان الجواز اللي قايم على التفاهم والحب بيبقى دايما انجح من الجواز. كان عقليه متفتحه مستنيره سابق زمنه يعني. صحيح. وكان يعني دمه خفيف، وزي ما قلت لك فكره ان هو بيعافر على حلمه طول حياته دي حاجه ملهمه جدا، انك تفضل طول عمرك تسعى انك تحقق حلم لحد ما توصل له وانت جد وعندك احفاد. فمش كل الناس بيبقى عندها الطاقه ان هي تفضل تسابر لحد ما توصل وتحقق حلمها. طيب يا شيخ محمد هتسمعنا ايه؟ طيب انا هقول ابتهال من الابتهالات الرائعه جدا للشيخ سيد النقشبندي. والابتهال ده بالمناسبه من اجمل ما قال في اذاعه القران الكريم ايام الزمن الماضي في التسعينات، انا كنت بسمعه، كان دايما بيجي قبل صلاه المغرب او العشاء، اسمه يا اله العالمين. اتفضل. فهو يقول مثلا يا اله العالمين يا إله العالمين صلاتي زاد أيامي صلاتي زاد أيامي وشوقي دليل نجني مما أخاف نجني مما أخاف نجني مما وبارك في حياتي إن حظي قليل واشرح اللهم صدري ونور واشرح اللهم صدري ونور واشرح اللهم صدري ونور لي طريقي حين يزمو الرحيل عالم أنت بحالي وحالي ما لها فيما أراه مثيل ولك الأمر ولك الأمر يا رب ولك الأمر ولك الأمر ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إلي
كلما ضاقت فإن دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. كلما ضاقت فإن دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. مثلا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل. لو عايز تواجه حاجه يا استاذ محمد لحد من المسؤولين علشان نجمع تراث الشيخ سيد النقشبندي تختار مين وتطلب منه ايه بعد رحله البحث بتاعتك واللي بتكتشف فيها ان هناك جوانب كثيره في تاريخ هذا الرجل سواء مصوره تلفزيونيا سينمائيا نعم او سينما وتلفزيون و يعني طبعا ماسبيرو زمان احنا نناشد الاخوه في التلفزيون المصري يجيبوا حفلة أضواء المدينة سنة 68 يرجعوا لنا ده تاني وفرصة احنا في شهر شعبان يعني داخلين على شهر كريم وممكن ندور في التلاجة بتاعت الأفلام في مدينة السينما ممكن نلاقي الفيلم النيجاتيف بتاع الفيلم اللي اتصور الجزء اللي اتصور أكيد موجود يعني ممكن أكيد موجود احنا نفسنا يعني الإنتاج الغزير بتاع الشيخ النقشبندي موجود في مكتبة الإذاعة يعني هو يعني عمره الفني في التسجيلات الإذاعية تسع سنوات فقط يعني من 68 67 ل 76 حتى وفاته يعني حتى ولاده بيقولوا انه قبل وفاته بيومين سجل الاذان اللي احنا بنسمعه طول الوقت الرائع شايف صوته كان عامل ازاي يعني رائع كان عنده 56 سنه يعني ما شاء الله واحنا فقط استمتعنا بالتسع سنوات الاخيره بس من حياته وده شيء مؤسف جدا يعني استاذه رحمه انت عندك صوره مع طفل قرا روايتك عنده 10 سنين ايه اللي خلى طفل يحب يقرا عن شيخ مبتهل ومنشد كانت مفاجأة لطيفة الحقيقة في معرض الكتاب السنة دي في جناح دار الشروق كان يعني كان في حفل توقيع للرواية الجديدة بتاعتي اسمها سيدة القرفة فأنا كنت عاملة نشرة على على الفيسبوك إن أنا هبقى موجودة في جناح الدار في بكرة في معرض الكتاب ففوجئت بيه إن هو جاي ومعاه نسخة من رواية النقشبندي وبيقول لي أنا اشتريتها بأول فلوس قبضتها لما اشتغلت ودي كانت اول روايه اقراها في حياتي فانا كنت قاعده مصدومه قدامه الحقيقه لما اشتغل هو طفل كان بيشتغل في اجازته 10 سنين لا مش 10 سنين هو اكبر شويه وكان بيشتغل وخد فلوس عشان يشتري الروايه هو بيقول ان دي يعني كان عايز اول حاجه يجيبها بفلوس وهو كتاب فالكتاب ده جذب انتباهه الروايه وقراها وعجبته قوي وقعد بقى بيتابعني بعدها فكانت مفاجاه لطيفه وانا اتبسطت ان في اجيال جديده اتعرفت على الشيخ النقشبندي يعني طبعا. انا سعيده ان جيل ورا جيل بيتنقل لهم هذا العشق والارتباط بيه فكانت يعني مفاجاه لطيفه جدا بالنسبه لي هو اسمه يوسف الطفل اللي عرفنا صورته اسمح لي استاذ خيري ثواني معدوده انا نفسي يبقى فيه في الاكاديميه معهد للانشاد الديني هو يعني بيعمل ده دلوقتي الشيخ محمود التهامي نعم عارف معروف عنده في بيت زينب خاتون افتكر مش كده يعني الدوله مدرسة. كمان تتبنى ده حاضر شيخنا انا وقت خلص ولكن لي رجاء منك تحت امر انت حضرتك. عرفت عند الجمهور اللي بيتابعك بان لديك القدره على قراءه القران باصوات مختلفه الحمد لله وشكرا لله رب انا نفسي اسمع منك واحده من قصار الصور بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى اسماعيل بس نفس الصوره طب انا اقول لحضرتك على حاجه لا ما تقوليش اللي ما هو في حاجه بس هنا نعم اللي بالنسبه لقصار الصور اللي الشيخ رفعت انا ما سمعتلوش كتير قوي من قصار طيب. الصور اكتر من سوره المطففين والبلد والطارق غير كده ما سمعتلوش ونادرا لما سمعتله النبأ والنزعات يعني طبيب غير كده ما سمعتلوش بالنسبه للشيخ عبد الباسط مشهور له كذا حاجه له مثلا سوره التكوير طبعا بس دي مش من قصار الصور طب انا حاسب لك ايات طب انا هقول لحضرتك على حاجه آيات. ممكن اجيب الشيخ رفعت مثلا في بعض ايات من القران اتفضل واجيب مثلا الشيخ عبد الباسط في بعض ايات من القران والشيخ مصطفى اسماعيل طيب اتفضل فمثلا نبدا الاول بالشيخ رفعت اما يجي يقول لنا مثلا ايه في سوره الانعام ذلك هدى الله
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله الله الله. الشيخ رفعت. طيب الشيخ عبد الباسط بقى أيوة. مثلا مقطع قصير كان له مقطع مشهور جدا في فترة بداية الألفين كده كان دايما بينزل على الموبايلات المحمولة أيوة. في سورة الكهف فكان يقول إيه مثلا ولولا صدق الله ده بالنسبة للشيخ عبد الباسط. آه. الشيخ مصطفى اسماعيل بقى أنا شايف إن له مقطع شديدني جدا 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 في بداية سورة الحقة، بس هو قال سورة الحقة بكذا مقام نغمي صوتي وبكذا طريقة، فما يجي مثلا يقول لنا مثلا سورة الحقة وليكن بمقام يسمى بالسيكة أي. فيقول لنا إيه مثلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق يعني. يا عيني يا عيني يا عيني ربنا يكرم عليك صدق الله العظيم. مثلا واحدة تانية بقى يعني أشد وكمان يعني مختلفة خالص بمقام الرصد شيخ مصطفى، فما طيب. يجي يقول لنا إيه مثلا ماشي. ولو أخد من وقت حركة ثواني بسيطة اتفضل قرآن إحنا معاك الحق قط من حق قط ومن الله 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 ايه الجمال ده. الله يبارك في حضرتك. يعني هذا خير ختام وخير استهلال لشهر شعبان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. بشكرك جدا فضلت الشيخ المنشد المبتهل الذي لم يعتمد في الإذاعة حتى الآن المحمدي ممدوح، ونتمنى أن تكون هذه فاتحة خير عليك ولجنة اللجنة في الإذاعة إن شاء الله
تضمك إلى المقرئين أصحاب الصوت الجميل اللي يسعدونا عبر الإذاعة. بشكرك جدا زميلنا العزيز أستاذ محمد دياب، بشكرك جدا أستاذة رحمة، يعني مبروك على الكتاب، وبشكرك على إهدائك لي الكتاب هقراه. ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، غدا حلقة جديدة من مع خيري، وكالعادة مصر بخير طول ما حضراتكم بخير. تصبحوا على خير.